وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم فيما نقول وفيما نفعل. وبعد، فهذا هو الدرس 98 في سلسلة دروس كتاب الله عز وجل. وأذكركم بأن قد اتفقنا على أن نجعل مجالسنا في هذا المسجد في هذا الشهر المبارك كلها دراسة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونرجئ دروس موضوعات يغالطونك إذ يقولون إلى ما بعد العيد إن شاء الله. لكني قبل أن أبدأ درسنا الجديد أريد مرة أخرى أيها الإخوة أن أذكركم بضرورة الارتباط الشديد التام بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. قلتها لنفسي ولكم وأقولها مرة أخرى، من كان له ورد فيما مضى أنه يقرأ مثلا نصف جزء كل يوم فليجعل ذلك جزءا، ومن كان له ورد يقرأ في كل يوم جزء كامل فليجعله جزئين، وهكذا. الإمام النووي ينقل الإجماع على أن تلاوة القرآن أفضل أنواع الذكر، فهو أفضل من الاستغفار، وأفضل من التسبيح، وأفضل من التهليل، وأفضل من سائر الأذكار الأخرى. وأحب أن أقول لكم إن مفتاح الفرج لكل ملمة إنما يتمثل في الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف، وجهله من جهل. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. طبعا أنا عندما أقول الارتباط بكتاب الله أعني أولا تلاوته تلاوة سليمة، وأن يكون التالي قد تلقاه من قبل، وأن يكون بتدبر كما ذكر العلماء، ذكر الإمام النووي وغيره في هذا، وأن تكون التلاوة بالآداب المعروفة لتلاوة القرآن. فمن ارتبط بكتاب الله عز وجل بهذا الشكل جعل الله له من كل هم وغم فرجا، سواء كان هما خاصا به أو هما عاما. هذه حقيقة أيها الإخوة. شيء ثاني أيضا أريد أن أقوله، كل منا يتعرض في حياته للكرب، للغم، كلنا يتعرض لهذا، كما يتعرض أيضا للفرحة وللانشراح. ولكن ثبت علميا أن الكرب ليس من الأمراض العضوية، ولا حيلة للأطباء في معرفة مصدر الكرب. كذلك انشراح الصدر الذي يفاجئ الإنسان بدون أن يعلم سببه ليس عائدا إلى عامل عضوي نهائيا، وإنما يعود كل من الكرب ونقيضه الانشراح يعود إلى عامل روحي. هذه الروح التي تخفق بين جوانحنا هي مصدر الكرب إذا ساورك الكرب، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وهي مصدر الانشراح إذا لقيت نفسك تتلقى الانشراح. نعم. طيب، عندما نفاجأ بالكرب بالغم ولا ندري مأتاه، ويسألني كثير من الشباب والإخوة يعني عن هموم تفاجئهم، عن حالة من الكرب تساورهم ولا يعلمون يعني سبيل النجاة منها،
أقول لنفسي ولكم جميعا: سبيل النجاة من الهم والغم الالتجاء إلى كلام الله، لا شك في هذا ولا ريب. ومن مارس هذا الذي أقوله لكم يدرك صدق ما أقول. نعم، فمن كان يرى أن هنالك شيء من الهموم تساوره، من الغموم تساوره، ولا يجد مفرا لنفسه منها، فليعد إلى كتاب الله وليجعل لنفسه وردا من كتاب الله. لكن مرة أخرى أقول لكم، على أن يتمسك التالي لكتاب الله بآداب التلاوة. آداب التلاوة ينبغي أن يكون متوضيا، وينبغي أن تكون جلسته جلسة متأدبة مع كتاب الله، وينبغي أن تكون تلاوته تلاوة صحيحة لكتاب الله عز وجل، وأن يقرأ بتدبر. لكن لو مر بآية لم يدرك معناها وهو يحاول أن يدرك ما لا يخفى عليه، فذلك حسن. إن هو فعل ذلك أنجاه الله عز وجل من الكرب. هذه حقيقة. والله أيها الإخوة، لا أنصحكم بشيء إلا بعد أن أبدأ فأنصح نفسي به. نعم، أنا من حيث الواجب الذي أكلف نفسي به فعلت ما أقوله لكم. أقول هذا لكي لا أكون ممن يدعو إلى خير وهو مقصر فيه. أنا ضاعفت من حصة تلاوتي لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، ضاعفتها. وهذا هو المنهج الذي سأسلكه إن شاء الله تعالى، وهو النهج الذي أريد وأنصحكم أن تلتزموا به. أمتنا بحاجة إلى أن تنضبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. نحن محجوبون أيها الإخوة عن كتاب الله، محجوبون. وكيف يعني محجوبون؟ محجوبون أولا عن تلاوته. صحيح في من يقول لي: انظر المساجد ممتلئة برمضان، ما شاء الله كان الذين يقرؤون جزء. يا أخي، إذا قست هؤلاء إلى الآخرين والله لن يزيد على 10 أو 15%، صحيح أم لا؟ لكن الآخرون، طيب، شيء مؤلم ومخيف. كم وكم في المسلمين من لا يعلم الفرق بين القرآن والحديث؟ كم وكم في المسلمين في بلدنا هذا من يمر عليه العام ولا تمتد يده إلى القرآن ليقرأ منه آية، صحيح أم لا؟ كم وكم في المسلمين من إذا طلبت منه أن يقرأ آية تلعثم في قراءتها؟ هذا واقع، وأمثلة كثيرة بذهني لا أريد أن أقولها لكم، أمثلة حية موجودة. نعم، لا أريد أن أقول. طيب، الله الباري عز وجل لا أعلم، شرفا شرف به عباده مثل شرف الخطاب الذي أكرمه به، أليس كذلك؟ ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب، أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك؟ مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها، اتركها هيك أو ما بعرض عنها؟ تاجر فيها بطبع وبقيم وبحط وبساوي وكذا،
ويمكن لما بدي أقرا بغلط 20 غلطة بالصفحة الواحدة. نعم. طيب، هذه واحدة من الأخطار التي نمر بها والتي تمر بنا. وأنا أقول لكم مفتاح الفرج كتاب الله، لكن أين هم الذين يمارسون هذا المفتاح ليفرج الله عز وجل عنهم الهم والغم؟ صح؟ نعم. فأنا أريد، ونحن الآن في شهر رمضان، شهر القرآن، ومولانا يراقبنا. نعم، إن الله على كل شيء شهيد. لاحظوا هالكلمة، هي واحدة بتخوف. إيه نعم. فهو يشهد تصرفاتنا وتقلباتنا في خلواتنا وفي جلواتنا في كل أحوالنا وأوضاعنا، أليس كذلك؟ أنا أهيب بنفسي وأهيب بكل أخ في هذه البلدة أن يصطلح مع الله. يا أخي، إذا كنت تائه عن الله تعال مد إيدك وبايع ربك في هذا الشهر المبارك، قول يا ربي صحيح أنا كنت بعيد عنك، لكن هلا أنا تائب، أنا راجع إليك يا رب. نعم. والباري عز وجل يقبل، ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا كان واحد ماشي لكن مقصر، خليه يتفادى تقصيره. وإذا كان واحد منا معرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يقعد بها الليالي، ليالي رمضان يا جماعة، ليالي الأنس بين العبد وبين الرب، إما أن ينصرف إلى المسلسلات التي لا أريد أن أصفها، وإما إلى هذا البلاء الآخر الأطم، النت، الإنترنت. نعم، هذه سوسة والعياذ بالله. وأنت بأنه شهر؟ بشهر الأنس مع الله، بشهر دعوة رب العالمين إلى رحابه. نعم، أنت بهذه المرحلة. طيب، كيف ما بتستحي من ربك؟ وشهر رمضان يمر وأنت لا تعلم الأجل بأي لحظة من اللحظات مخبوء، ما بتعرف أجلك وراء أي لحظة مخبوء، ما بتعرف. لا تقول أنا شاب، لا تقول أنا كهل. كان في، مو بهالمسجد، بمسجد السنجق داري لهذا الشيخ، هو سبب الدرس، الله يطول عمره، الله يزيده قوة وعافية، والله هذا الدرس المستمر هو اللي غرسه. كان شاب يحضر هذا الدرس في مسجد السنجقدار، عامل بيجي على هالبسكليت بيحضر الدرس وبيرجع. يوم من الأيام ماشي وإذا به وقع من الدراجة وتوفي، لا في مرض ولا في شيء ولا في نذير. نعم. سألنا، تبين أنه هذا الشاب طبعا جو أهده أخذوا، موجود بجيبته ورقة مطوية كاتب فيها وصيته يوصي فيها أبويه. أولا عم يشكرهم على حسن التربية التي تلقاها منهم، ثم يوصيهم بأن يسير على النهج الذي يرضي الله، وبأن لا يسلك طريقا يحجبهما عنه يوم القيامة والآخرة. اجتمعنا في دار الدنيا، لا تخلونا ننحجب عن بعض في الآخرة. يا الله. طيب، هذا ولد، هذا عمره يمكن 22 23، ما في بين 20 و25 سنة. نعم. كان ينتظر الموت، كان يتهيأ له، وكتب وصيتها. ما حدا يقول الموت بعيد عني. طيب، الموت مو بعيد عنك، هل هيأت ما تقابل به ربك؟ تجارتك بدك تتركها وراك يا عمي، أصدقائك اللي بتسهر معهم وبتتسلى معهم بتخلوا عنك وبتتخلى عنهم، لا وكلها تبدأ تنساه. من الذي يبقى صديقا لك؟ عملك،
علاقتك بكتاب الله، علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي سيبقى، هذا هو الذي سيبقى. يعني بعدين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة التي يوصينا فيها بتلاوة كتاب الله والاهتمام به، لكن ما في داعي كلها أظن طرقت أسماعكم، حسبكم من ذلك ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه في الحديث القدسي الذي يرويه أبو سعيد الخدري. نعم، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين. لك أمور بدك تسألها ربك، قلت لا والله بدي أقرأ قرآن، شغلت نفسك بالقرآن، ربي يعلم ما في نفسك، يعطيك أفضل ما يعطي السائلين. نعم، واضح كيف. الدارمي يروي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن رسول الله يقول رسول الله تعالى: اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، ومن دخل مأدبته آمن. القرآن مأدبة الله في الأرض، من دخل مأدبته آمن. مالك بن دينار، تعلمون ذكرنا مالك بن دينار من هو في أكثر من مناسبة، نعم، يقول: القرآن ربيع القلب كما أن الغيث ربيع الأرض. القرآن ربيع القلب، لا الأرض، شو ربيعها؟ المطر. إذا حرمت الأرض من المطر تحجرت واستصلبت ولم تعد تفيد شيئا، أليس كذلك؟ الأرض خليها تم مدة طويلة ما بتلاقي غير تراب تكدن، والكدان بعد فترة بتتحجر لك. نعم، ما الذي ينقذ هذه الأرض من هذا التحجر وهذه القسوة؟ الغيث الذي يهمي من السماء. إذا هطل الغيث من السماء إلى الأرض ازدهرت هذه الأرض، مثل ما باري عز وجل ربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما هو ربيع القلب؟ القلب مثل الأرض، ربيع القلب كتاب الله، ربيع القلب كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إيش؟ القلب الذي لا يتشرب كتاب الله عن طريق تلاوة اللسان له يتحجر يقسو، يتحجر يقسو، مثل الأرض اللي حرمت من الماء، اللي حرمت من الغيث. وهذا لا يحتاج إلى تجربة، ما في داعي نقول خلينا نجرب. نعم، الإنسان الذي لا يتلو كتاب الله عز وجل أو يتلوه بالمناسبات، ما بدي أحكي المناسبات اللي بتعرفوها، نعم، القلب يظمأ يتعطش، ما إجا الظمأ، استمر الظمأ، استمر القلب يقسو، ثم يزداد قسوة، ثم يتحجر، وربما كان هذا الوضع سببا لموت صاحبه على الكفر، بموت على الكفر. نعم، ولا أريد أن أفصل في هذا، أنتم ذكرت أكثر من مناسبة لما الواحد يمتد على سرير المرض ثم يشتد به المرض ثم يدخل عليه ملك الموت ويبدأ بالنزع. هلا مو العبرة باللسان انه حكى ولا ما حكى، العبرة مين؟ بالقلب، تذكر ولا ما تذكر؟ فمو العبرة واحد يقول له احكي 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 كذا، لا، العبرة بهذا القلب في تلك الحالة، هل يذكر الله؟ هل يذكر كتاب الله؟ نعم، إن كان محروما في حياته السابقة من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فالقلب يفصل عن اللسان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه،
يفصل. وقلبه عندئذ يكون قاسيا، لا يتعامل إلا مع الدنيا التي سلفت ومع أهوائه وشهواته الغابرة وما إلى ذلك. نعم. واللسان إنما هو جندي للقلب، إذا القلب ما أمر اللسان ما بيتكلم. نعم. فيموت وقد حرم من إسلامه وإيمانه. نعم. لذلك كان دعاء الصالحين دائما حسن الختام، حسن الختام، حسن الختام، لأنه أثناء ألم السكرات بيصير مع الإنسان حالة، كل معلوماته الظاهرية بتطاير مثل العصافير كيف بتطير من أغصان الشجرة جاءتها هزة قوية. ما الذي يبقى في ذاكرته؟ ما خزن في العقل الباطن، ما كان مخزنا في العقل الباطن. هذا الإنسان بعقله الباطن كان دائما بتجارته، بسهراته، بأعماله، بحساباته، بروحاته، بسهراته، بأمور الدنيوية، هذه هي التي تطفح على لسانه آنذاك. الناس بيعرفوا مثال على هذا، الأطباء بيعرفوا وقت بيكون واحد مخدر تحت العملية، مرات بيتكلم، بس بإيش بيتكلم؟ بتكلم بالشيء اللي متعلق فيه جدا جدا جدا. اي نعم. هذا صورة او هذا مثال لهذا الذي نقوله لكم. طيب، الحقيقة يعني انا اردت ان يكون هذا الكلام مقدمة، لكن رب مقدمة تكون اهم من المضمون. يا ناس، انا والله لألكم عادة لما بدي اوصي بشغلة كلف حالي بالأول فيها، كلف حالي. ما رأيت شيئا ألذ في هذا الشهر من تلاوة كتاب الله. إذا استوحشت كتاب الله يؤنسك، إذا سعرت بالضيق والكرب كتاب الله عز وجل يدخل الفرحة والانشراح في قلبي. أنت مع الله، أنت مع الله. إذا كنت فاضي لا تشغل حالك بشيء. وبالليل، الليل عم يسر، وأكثر الناس ما شاء الله كان بالليالي بيسروا، أكثرهم بيسهروا. طيب يا عم، اجعل سهرك مع القرآن، لا تجعل سهرك مع المسلسلات. عجبت لإنسان يجد نفسه في الساعة الثالثة من وقت السحر، يعني قبل الفجر بساعة تقريبا، وبيروح بيدور على مسلسل. عجبت، أسأل الله العفو والعافية. وبأي شهر؟ بشهر رمضان، بشهر رمضان. لك يا عمي خليك مع ربك عز وجل، انسيك هالقرآن وعود دبر كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما يفيدك. طيب، خلينا بقى نستفيد ولو 10 دقائق من المكان الذي وصلنا إليه. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. شرحناها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من الذي زين؟ الحقيقة الذي زين هو الله باري سبحانه وتعالى، هكذا أعلم. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لكن شوفوا، إن جعلنا ما على الأرض زينة، جعلنا كل شيء فوق الأرض مبهرج ومزين وكذا إلى آخره. ها، مجي للناس. الناس فريقان: فريق مؤمن بالله عرف الله وعرف نفسه، ينظر إلى هذه الزينة فلا يغتر بها، يتعامل معها ولا يغتر بها. إنسان آخر محجوب عن هويته ومحجوب عن الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بيطلع على هذه الزينة فيهرع إليها ويتعشقها ويسكر بها. شوفوا كيف
إذن ربي عز وجل جعل ما على الأرض زينة لها، جعلها زينة، لكن لماذا هنا يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا؟ الكافر المحجوب عن الله سبحانه وتعالى أو حتى المؤمن الإيمان شكلي يؤخذ بزينة الدنيا، بزينة الدنيا التي أقامها الله عز وجل فيسكر بها. هذا معنى قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا. المؤمنين زينة موجودة والله جعلها زينة، لكن المؤمن لا يغتر بها، لا يؤخذ بها. واضع كيف؟ الصحابة الله فتح عليهم مغاليق الدنيا كلياتها، وأخذوا من بلاد فارس جواهرها وكل مقتنياتها وزينتها، لكن زينة هي والله جعلها زينة، لكن هل دخلت هذه الزينة قلوبهم؟ لا. لكن لو كانوا كافرين كانوا سكروا بها. إذن كلام دقيق وعجيب. كون الباري جعل الأرض زينة، نعم جعلها، نعم، لكن لن يؤخذ بها إلا الكافر. أما المؤمن ربي عز وجل إن شاء الله يجعلنا منهم محصن، بيتعامل معها من فوق، يستخدمها كخادم. نعم. ويسخرون من الذين آمنوا، مظبوط، يسخرون من الذين آمنوا. اليوم هل هيك صاير؟ الكافر الجاحد الذي يتقلب في نعيم الدنيا ورغدها بيجي لواحد مؤمن نافض ايده من الدنيا ومقبل على الله سبحانه وتعالى، ما بدي احكي الكلام اللي بيتردد على اسماع هؤلاء الصالحين منهم، تعرفوا. نعم. يسخرون، ويسخرون من الذين آمنوا، مساكين، ايه نعم، مغفلين، تاركين النعيم، تاركين كذا، روح اشتغل، انزل اشتغل بالتجارة، شوف فلان ربح الملايين وما إلى ذلك. يكون صحيح ربح الملايين من وراء الغش ومن وراء البلص ومن وراء كذا من وراء كذا، هذا بيخاف ربه عز وجل، لا ما بده يشتغل هالشغلة. إجا الكد الحلال مرحبا، ما إجا بيصبر. نعم. وغدا النعيم الحقيقي بكرة مو اليوم، اليوم صوم يكون. نعم. ويسخرون من الذين آمنوا، لكن بعد شو قال؟ والذين اتقوا فوقهم. شو قال الباري؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا ينظرون. الباري سبحانه وتعالى يقول والذين اتقوا فوقهم، هنا في سؤال لازم يخطر بال كل واحد منكم. قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، كان لازم يقول بحسب الظاهر والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، بس ما هيك قال البيان الإلهي، قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لماذا؟ إيمانك هذا إن لم تغذه بالتقوى لا تستطيع أن ترحل به إلى الله. إيمانك الذي تتمتع به اليوم غذه، غذيه، غذيه يا عمي، بده غذاء، القرآن غذاء. لما بتغذيه، لما بتغذيه شو بتصير أنت متقي؟ يعني بتصير خائف من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت الذي ستسخر من هؤلاء الذين كانوا يسخرون منك في دار الدنيا. لكن لو أن إنسانا رأى نفسه مؤمن بالله، إيه نعم مؤمن، الباري واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن كلام لا، ودخل به يعني مداخل الدنيا وأمواجها وما إلى ذلك، نعم، وما غذى نفسه، ما غذى إيمانه بهذا الشيء، الإيمان يذبل ثم يذبل ثم يذبل، لا يفيد صاحبه شيئا، فلن يكون هذا الإنسان ممن سيسخر من هؤلاء الساخرين يوم القيامة. شايفين الدقة؟ أما في دار الدنيا هدول الكفار بيسخروا حتى من يلي مظهره إيمان، مؤمن بيروح بيصلي، بيروح بيقرأ قرآن مثلا حسب الظاهر، مؤمن بيستهزئوا منهم، بس في منهم متقي وفي منهم غير متقي.
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الجملة أخيرا هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن تعزي ربي عم يقدم لك ياها، وتنبسخر منك هذا التاجر الملياردير وانت ماشي على الخط السليم، ما صار معك الغنى اللي صار معه، واضح كيف؟ بيقول لك شوف عقلك انت يعني مو صحيح، لو كنت بتفهم تشتغل مثل ما انا عم اشتغل، ولادك بكره تتركهم فقراء ومدري ايش، وبيت ما لك، مزرعه ما في لك، والى اخره. الباري شو بيقول؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. لك اتركهم لا تسمع كلامه. ربي عز وجل كم من نعم انسان من هذا القبيل تائهين، نعم تلاهم بفقر مدقع نزل من اعلى العليين الى اسفل السافلين، وكم من انسان مؤمن بالله عز وجل ملتزم اعطاه الله عز وجل النعيم. المال يعطيه الباري لمن يحب ولمن لا يحب، واضح كيف؟ لكن لما بيقول البال والله يرزق من يشاء بغير حساب، ينبغي أن نعلم أن الرزق الذي يعنيه الباري عز وجل لا يتمثل في الكم، وإنما يتمثل في الكيف. مو المهم كمية الرزق، المهم كيفيته اللي بدها تسعدك. لما بيكون الرزق مليار، 100,000 مليار، وعم تتنغص منه، عم يسبب لك أمراض سرطانية في كيانك، عم يسبب لك احتشاء بقلبك، هالكم شو استفدت منه؟ ولما بيكون الكم بسيط لكن كيفية هذا الرزق عم يدخل السرور في كيانك من الفرق إلى القدم. تقعد تروح لبيتك كيف مبسوط، تقعد انت وزهل اهلك واولادك ماشيين على صراط الله، لكان ما بتسهروا على المحرمات. اينا لك بتلاقي كل واحد عم يعطي الفرحه للثاني، مظبوط؟ وقد يكون حياته بسيطه. نعم، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمد الصالحين، حمد المقربين، حمد عبادك الذين أحببتهم فحبوك على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم طهر قلوبنا من سائر الشوائب، اللهم طهر قلوبنا من سائر الأدران، اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك يا رب العالمين، اللهم اجعل قلوبنا أوعية لمخافتك، اجعل اللهم قلوبنا أوعية لمهابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بكل آية في محكم تبيانك، ونسألك بكلماتك التامات كلها أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تردنا عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن ما أصابنا فإنما هو بذنوبنا، ولقد عفوت عن الكثير، فنسألك اللهم كما عفوت عن الكثير أن تعفو عن الباقي يا رب العالمين، حتى ترفع مقتك وغضبك عنا، وحتى تعيد الوئام والأمن والسلم والطمأنينة إلى ربوع شامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بنفحاتك العلوية وتجلياتك الرحمانية في هذا الشهر المبارك أن تجعل مقدمه مقرونا ببشارة عودة الأمن والسلام ورغد العيش وطمأنينة البال إلى ربوع بلدنا وشامنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بصيام الصائمين وظمأ الصابرين على الهاجرة
ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بالراكعين الساجدين في ليالي هذا الشهر، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بالتالين لكتابك آناء الليل وأطراف النهار، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالأطفال الرضع، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالشيوخ الركع، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالأبدال الذين أنبأنا رسولك صلى الله عليه وسلم أنه في الشام، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. ارفع مقتك وغضبك عنا جميعا يا رب العالمين. اكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك. كف أيدي الطغاة، كف أيدي المجرمين، كف أيدي العتاة أيا كانوا عن بلدنا المبارك هذا يا ذا الجلال والإكرام. أعد إليه الأمن، أعد إليه الطمأنينة، أعد إليه رغد العيش. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.